ومعنا عبر سكايب من اسطنبول متخصص في الشأن السوري ياسر النجار. مرحبا بك يا سيد ياسر. إذا استدعاء خامنئي للأسد الأسبوع الماضي، كيف تقرأه في ظل ما تبعها من زيارة لوزير الدفاع الروسي لدمشق في اليوم التالي؟ مساء الخير. أهلا وسهلا. حقيقة يشهد الواقع في سوريا تجاذب ما بين القوة والهيمنة الإيرانية والقوة والهيمنة الروسية. وجدنا أن بوتين استطاع أن يفرض أجندته على السياسية على النظام السوري، وكان هذا الأمر يعني تجلى لنا عندما تم إحضار بشار الأسد إلى سوتشي بداية، ومن ثم عندما هناك زيارات لمسؤولين وحتى بوتين إلى قاعدة تحكيمية، أن بشار الأسد عمل معاملة وكأنه ضيف في أراضي روسية. أما بالنسبة لإيران فهذا هو أول تصعيد أو شاهد لنا عندما كان هناك قرار من قاسم سليمان باستدعاء بشار الأسد. علمنا بهذه التفاصيل عندما وجدنا أن الخارجية الإيرانية نفسها لم تعلم بقضية مجيء بشار الأسد، إذا هي قضية عسكرية من الحرس الثوري الإيراني. المشهد يدل بشكل واضح وجلي على أن هناك صراع على النفوذ، صراع على المكاسب، وخصوصا اننا وصلنا الى مرحله جني الحصاد الى الايراني والروسي. لذلك كل من ما يريد ان يوصل رساله مفادها ان بشار الاسد فرق بيده قد يتخلى عنها، ولكن مقابل لهذا التخلي. تصور روسيا هي التي تستاثر بالمشهد السياسي كون ان ايران تعاني من عزله، يعني عمليا حصار دولي وعقوبات دوليه الولايات المتحده الامريكيه. إذا إيران لا تستطيع أن تستغني على روسيا على الملف السياسي، ولكن على المكاسب المباشرة إيران تحتاج إلى موارد مباشرة من قبل سوريا، سيما أنها دفعت مليارات الدولارات، وخصوصا أن هناك ميليشيات إيرانية مرعية من قبل إيران هي موجودة في الأراضي السورية لا تستطيع إيران أن تتخلى عنها. نعم. إذا تم عمليا حصوله على الصوتين، حصول على الجنسيات، إذا إيران تعاني من مشكلة تأمين رواتب لهم، بالتالي نعم. ستحاول أن تفرض هيمنتها على المنافع أو الموارد الاقتصادية في الداخل. إذن الرسالة التي حملها وزير الدفاع الروسي للأسد، هل ترى أن توقيت زيارة وزير الدفاع الروسي توحي بأن الروس غضبوا من زيارة الأسد لطهران؟ يعني نستطيع أن نقول أن الروس على الأقل تفاجئوا من هذه الزيارة. هم يعلمون أن هذه الزيارة يمكن يكون تنسيق معهم، ولكن إخراج عبر طيران عسكري ومن خلال يعني جهد عسكري القاسم سليماني، وكأن الروس لم يعلموا بهذا الأمر، وبالتالي هذا الأمر سبب ازعاج. ولكن بتصوري في نهاية المطاف تعلم أن إيران لا تستطيع إلا أن يعني أن تدفع بخفض المكاتب، ولكن لا تستطيع أن تستثني وجود أو الدور الروسي في نهاية المطاف. وأيضا بشار الأسد هو يراهن على عملية تجاذب ما بين روسيا وإيران من حالة أطول فترة ممكنة، فيما هو انه يعلم انه ايضا ورقه اصبحت بيد الروس من اجل الحل السياسي وبيد الايرانيين من اجل تسيطر على المنطقه. البعض يقول ان نظام الاسد يعني يميل في كفته الى ايران، يعني ما مصلحه نظام الاسد على حساب الروس طبعا في تمرير وتسهيل المخطط الايراني في سوريا على حساب روسيا التي انقذت الاسد من السقوط؟ يعني في نهايه المطاف بشار الاسد يخشى ان هو ضحية في نهاية المطاف خلال السيطرة الإيرانية القوية على مفاصل الداخل. نعلم أن روسيا هي لها دور سياسي ولها دور على مستوى الجو. أما بالنسبة للأرض، فالأرض والأجهزة الأمنية والميليشيات الإيرانية هي التي المتحفز الأكبر، وبالتالي بشار الأسد هو يخشى أيضا هذا من جانب. جانب آخر بتصوري أن القطع العسكرية الأساسية التي كانت تحمي بشار الأسد كلها محسوب على ايران، اخص الفرقه الرابعه التي هي يعني يديرها ماهر اخو بشار الاسد، هي تعتبر توجه ايراني الصلب، وبالتالي كانت بحاجه الى تشكيلات جديده فرق من مصالحات وما سمي بالفيلق. نعم. هناك من يرى أن الغارات الصهيونية على مواقع تمركز القوات الإيرانية هي جزء من الصراع بين روسيا وإيران، إلى أي مدى ترى صحة هذا الرأي؟ يعني بتصوري العلاقات الإسرائيلية والروسية هي بأفضل حال، يعني شهدت في فترة بسيطة كان هناك إسقاط روسية، ولكن أنا بتصوري الآن شهدت صحة من جديد. روسيا تعتبر أن
إسرائيل هي العصا الموجهة على إيران، وبالتالي هي تستطيع أن تضغط المد النفوذ العسكري الإيراني من خلال الطلعات الجوية الإسرائيلية. وأنا بتصوري إسرائيل تنسق مع روسيا بشكل كامل، وهذا لا يقع أيضا على إيران. ولكن إيران في نهاية المطاف كما ذكرت هي تحتاج إلى روسيا من أجل حديقة يعني خريطة المكاسب في الداخل السوري، نعم. وأيضا هناك مظلة تحميها روسيا على مستوى دولي على مستوى مصالح الدول. نعم. إذن شكرا جزيلا لك من اسطنبول المتخصص في الشأن السوري عبر سكايب ياسر النجار.